مرفق العدالة معطل لأن قضاءها الواقف مضرب، وذلك احتجاجا على محاكمة اثنين من المحامين لاتهامهما بالتعدي على أحد وكلاء النيابة، حيث واصل محامو الغربية إضرابهم عن العمل ورفضوا حضور الجلسات مطالبين بإحالة كل أطراف تلك القضية للقضاء، وذلك بحسب أقوالهم. زي ما النيابة لها حصانة، زي ما القضاء ليه حصانة، احنا ايضا بنبحث عن حصانة للمحامي. النهاردة اللي بيحقق مع المحامي دي من النيابة العامة الخصم هو اللي بيحقق معاه، لازم كان يبقى فيه مستشار هو اللي بيجري التحقيق مع المحامي ده. فالنهاردة كل الاجراءات اللي تمت ديت اجراءات باطلة. اضراب المحامين عن العمل كانت له تبعاته على الموكلين اصحاب المصالح. نروح لمين والمحامي لو مش شغال شيء حقنا مش هيجينا ابدا، حقنا مش هيجي وحقنا هيضيع. بيدافعوا عننا بيتضرب، امال احنا هيحصل لنا ايه؟ يعني دلوقتي لو المحامي مش بالقوه انه يدافع عننا ويجيب لنا حقنا، احنا هنعمل ايه بعد كده؟ ذلك المشهد لم يكن في الغربيه وحدها، وانما امتد الى ساحات قضائيه اخرى. ففي محافظات القاهرة الكبرى أعلن بعض المحامين من مختلف النقابات الفرعية إضرابهم أمام مجمع محاكم شمال الجيزة، مؤكدين على عدم تأثير الإضراب على سير العملية القضائية ومصالح المواطنين. بعض المستشارين استجابت طبعا للتعليمات اللي صدرت من السيادة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الموقرين، وبعض الدوائر استجابت، لكن بعض الدوائر برضو مصرة إن هي برضو تشتغل وتشطب بعض القضايا وإن هي تكمل الجلسة عادي. حرصاً على المواطن أعلننا القضاء اليوم بأن نظر قضايا المحبوسين تنظر، ألقاء المتهم الحبيس تنظر دعواه، أما باقي القضايا أعلننا فيها هذا الإضراب وهذا الاعتصام. أما محكمة النقد بدار القضاء العالي شهدت استقرار وتواصل الجلسات القضائية اليومية مع حرص المحامين على تواجدهم داخل ساحة القضاء. نسبة المحامين اللي بتحضر الجلسات، أنا متواجد هنا علشان أتابع هذه المسألة. المسألة فعلا أن في نسبة كبيرة من المحامين بتحضر جلساتها عادي وبتزود نشاطها عادي، وده للأسف مش كويس في حق كرامة المحامين. الإضراب ما نجحش لأنه الحقيقة ترتيبه ما جاش مظبوط، وكان على الأستاذ حمدي خليفة أنه هو يعلن عن الإضراب بعد يومين أو ثلاثة عشان يعطي فرصة كافية للترتيب للإضراب. أجواء مشحونة شهدتها بعض ساحات القضاء، وعلى النقيض جاءت بعض الساحات الأخرى هادئة. فهل ستشهد الأيام القادمة انفراجة لهذه الأزمة؟